صوفية مركي ذكرين هيان هو الله ربنا وضاها نبينا وجيلان شيخنا وتقوى لباسنا بل أذكار تنقيمها بضم فيري حق عقيدة ذي بيت الماميو حق فروع ذي بيت الماميو هرت إلهي با رب الله يعني لي يلي إليه رب أن أعبدنا الله وي رسولك أن رمين والنبي محمد وي شيخ جيلان شيخ خانقي وي يا أوليد إلهي قادري أحمد يسكمت أموي جيلان إلى شيخ خانقي وي تقوانا رب كأبسنا مرض أن قادر إنه لباس التقوى ذي إلهي قرآن كشاقي وي هاي هاد مركب محاكم مقن ولد الله يسوع ومشركي أي وي قفسيه الله يسوع حقا الشركة كإمانة هي ورنين كان إلهي بوكالي سي رومي ونبي محمد بو رسالي ذي ساقيري أوليد إلهي بو جعلاتي تقوى ذي بو لباس كالدكتي برحقا لك سوق لهي يا مشرك تلمامي كرا نمباذي وهو إنكار كدل عذي أمبا مشرك تلمامي كرا الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الحمد لله على لقاء الإخوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد قال الله تعالى جل جلاله وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم فيا إخوتي وأحبابي في الله كلكم كلن آتي آت أخير بدن وهي كل مذي وويني ذا جل ذا هيدو عالمين ذا هيدو أولي ذا إلهي هيدو إغفي عن باجوكتو وحوغا ما دام إن شاء الله سادات كوي إدمين وحوغا تبرك علينا الشيخ بارككم الله فيكم مركا إلهي وحون ليه سبحانه وتعالى dad gooni ah oo ilaahay jacal yahay oo khaas ah ilaahay inuu leeyahay buu noo tilmaamaya arhooy awliyada ilaahay welwel dushoodi ma ahaanin xusnina dushoodi ma ahaanin waa qoladii khaaska ahay taqwada taqwal caam taqwal khaas khaasul khusuusiya taqwada khaaska ahayd baa ilaahay ku arzugay وعددك طريقة كسفوي ربك عبسك نبتع طريقة كسفوي إلهي درتي لو ولا لو إلهي درتي لسحريري إلهي درتي وحلو ليو إلهي درتي لسجعلان تحابا في الله ذي حديث شاقي وحا كسفوي ددك طريقة كسفوي مركب وحل دون هي ولا ليال ددك مودة هي طريقة إن عيارتهاي إني بين بين تهي دتك مودة هيو معها سدا ساد مودي معها وحوي طريقة لا بد منها وي محيا لتصفية النف بلوغ جيدك طريقة وحلق برتا وحلق هلا نفتي بسافي قرو ويسا وخبائث القلب أطلم بي كسافي قرو ويسا من كبر وحسد وعجب وكبر ونفاق وحب الدنيا والجاه وهي حما الطنبا قلب الغساره هي تا وها هله هي ددك طريقه دا هله هي ددك ان طريقه دا هي كبر كما خالي اها حسد خالي كما اها عجب هي نفاق خالي كما اها ولغو بدبادا بدباد هدي الربو ماشي في عنبا لو عررا وحان نسوغها يا سكرات كي موت كان نسوغي وسؤاشي قبر كان نسوغي صراط كي بان نسوغها يا دتك صالحين تا إلا لصاحبه أول جعلاضو أيا لقبت بادا صحبضو دا لقبت بادا جعل كودا لقبت بادا نبغاني واتي هدى كوري سوغو سفر
dad baa la kulmay waxay yiraahdeen wax su'aal nin baa su'aal weydiiyay mid khufka masaladiisa ahayd midka maxabada ahayd wuxuu yiri nabiyow buu yiri dad baad jeclaanaysaa mana gaartid buu yiri maxaa xaalkoodiya dad baad iska jeclaanaysaa mana gaartid almaru maa man axaba ayuu yiri nabigu haddaba awliyadii ilaahay nabi moxamed kii jeclaada oo awliyadii jeclaada oo sheekh cabdiqaadir jiilaani jeclaada sheekh uweys ulqaadiriye jeclaada qaadiriye axmediye jeclaada axbaabtii jeclaada ma oodu ahaanahayaag man yudic allaha waalrasuul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا نبا نبغ آد أفيري مركو نبغ سا أفيري موائل ميي نينك إساق أها وحوجل النبيو حتى جاند حدان قلنو هذه أدو أن لغو أركين محاي لغو نيسا وحو تمنيي حتى جاند حدان قشو هذا النبي محمد أدان أركين waxba kuuma cunto min buu is yiri marka nabigu su'aali adigu nabi ilaahay baa tahay meelaha sarsare ee kor ayaa jirtaa ah annagu haddaan jaalada galno ku arkayn maxaa loo tala ah ayuu yiri wuxuu hormariyay jaaladii uu galahayay oo la seenahayay nabaga arigiisa la joogiisi markaas aayadan saasay ku soo degtay baa la yiraahdaa marka ilaahay nabiyad daris baad la noqonaysaa baa la yiri haddaad ilaahay adiido rasuulkiisa adiido aad wanaagsanaato sidaas oo kale marka awliyada ilaahay markaad jeclaato ma oodad ahaanaysaa ijaazada ha la qaato awliyada ilaahay xariir halala yeesho markaasoo qalbiga saafa garoobahaya wardaga iyo idinka ha laga qaato waa lagu liibanahaya sheekh cabdilow isaaq muxuu yidhi ijaazo tilmaamane ilmo awliyaadaha abtil aakhiraadu culamaa usuugo ilmijay indeerina ay sheege ayuu yidhi wuxuu yidhi ijaazan tilmaamaynaa buu yidhi waa culuumtii awliyada weeyaan buu yidhi abtir aakhiraad weeyaan buu yidhi koo culamaa usuu ahoo aan fiicnayn culmo sheeganahaya oo iska wadaad xumo ah ijaazada waxay tahay aan ogeyn allow yaa u sheega cilmiyaa ka maqan ninkaa isaga ah marka khayrkii iyo dhuuxii diinta dhuuxii taacada dhuuxii taqwada ijaazadaas iyo awliyada ilaahay oo la jeclaado oo lala xariiray ku jirtaa la leeyahay marka sidaa ha loo buraarigo waad aragteen markii adkaartoodii balyaad ka arkaatay basaad ka halaysaad naseexa sheekh uweys ulqaadiriye caqiide wuu ka hadlay laa ilaaha ilaaha kaleetu maa biyaalo ilallaahu ilaa obookay weyna maaha qadiirida qasiidadaasoo afrax weyn uu ku allifay oo tawxiidkii ayuu ka warramayo salaadii arkaanteeduu ka warramayo xubbiga nabigu ka warramayo jacaylka nabigu ka warramayo meel kasta qasiidada waa saamaynaysaa qasiidooyinkii sheekh uweys ulqaadiriye markaad aragto waad ka helaysaa waa tii u dhahay huwa khayru khalqillah meesheedii man xabahu qad cala waman athnaahu waman zaarahu qad raqaa waman athnaahu qad jaraa buu yidhi ruuhii jeclaado nabi moxamed martabadiisa meel saray aadaysa martabo saruu yeelanahayaa wuu martabo korahayaa kii ziyaartana kii ammaanana qalbigaa u nuurahayo qalbigiisii baa feedmahayo nuur baa qalbiga u galahaya marka awliyadii ilaahay dikrigoodii sheegsheegoodii hadda wax weyn baan helnay hadda qalbiga aad waa loo dhilaalay waan mahaboonay waan kurboonay awliyadii ilaahay baan soo xasuusanay silkigoodaan soo xasuusanay aad baa maxabad loo gashay maxabadaasna meel weyn baa lagu gaarahayaa meeshan oo kale kii kurbaysan ha niyaysto kurbada inuu ilaahay ka feedahaya kii owlaadu u baahnaa inuu owlaad helahaya kii cilmi u baahnaa inuu helahaya kii jirinaa inuu bogsanahaya ruux walooba maanta wixii ku taagnaa in ilaahay uu ka feedaya ha niyaysto maxaa yeelay qoom oo ruuxi la fadhiistaan marna dhurdarsanayn dadka ahlulaahiga ninkii la saaxiba meeshan dadka soo ziyaartay zaa'iriinta ah dad ahlulaahiya ku jira intaasoo ummato moxamed ahoo ilaahay jecel oo nabigiisa jecel oo awliid ilaahay jecel dad wal wanaagsanoon sidayda ahin baa ku jira fadhigaasoo aan wada fadhinoo dad ahlulaahiya lala jira marka ninkii la fadhiisan aan dhurdarsanaanin haashaa dad badanoo kow iyo laba ahayn ruuxi la fadhiisa aan shaqi noqonayn ayaa nagu jira ha la niyaysto oo ha la niyayso maanta muraadkaaga inaad helayso ha la niyayso culmo badan baa joogta ma dheeraynahaye waxaad ogaataan dariiqadu
إني مهمات هايون لغمار من هلو أغادو أذكارتو ذي حلقات مأصوفية ذا مركي ذكرين هايان هو الله ربنا وضاها نبينا وجيلان شيخنا وتقوى لباسنا بل أذكار تنقيمة بضن فيري حق عقيد ذي بيت الماميو حق فروع ذي بيت الماميو هرت إلهي با رب الله يعني لي يليه رب أن أعبدنا الله وي رسولك أن رمين والنبي محمد وي شيخ جيلان شيخ خانقي وي يا أوليد إلهي قادري أحمد يسكمت وي جيلان شيخ خانقي وي تقوانا رب كأبسنا مرض أن قادر إن واللباس التقوى ذي إلهي قرآن كشاقي وي هذا مركب محاكم مقان قال الله لا يسوى مشركي أي وي قفسيه لا يسوى حقا الشركة كإمانة هي ورنين كان إلهي بوكالي يسير رمي ونبي محمد بو رسالي ذي ساقيري أوليد إلهي بو جعلاد تقوى ذي بو لباس كالدكتي بر حقا لك سوقل هي يا مشركو تلمامي كرا نمباذي وهو إنكار كدل عذي أم با مشركو تلمامي كرا مركز سدا هل أغادو محيالي إلهي آيدا صدو الركبة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيم سلسوا الركبة فيه فلله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون شرف إلهي با إسكال رسول كيسي باله مؤمنين تي أوليد ذاتك الرمي با شرف إسكال لكن منافق بأقو وركاس أوليدا إلهي شرفي وها إلهي أوليد أوليبي وها كرامات لغو ميرقاره هي أو ذاتك كل إيبان هيان ما أقول منافق أسمع ما أقول إلهي نجمرتكم مرك أقول قولي هذا قل وبذن بجوت راضي نجاه هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.